ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. السجق شغال، انا هنا بجهز حله فيها ميه تقدروا تحطوا فيها منكهات زي ما انتم عايزين. هقول لكم انا عملت ده ليه. اولا انا هجيب كده الاسترتش، لو انا هفترض ان انا ما عنديش الهانك ممكن اعمله ازاي. ممكن اعمل بالاسترتش ازاي، هنشوف دلوقتي. هاخد كده، شايفين على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. احنا عاملين حجم اكبر وفي ممكن تبقى حجم اصغر زي ما انتوا عايزين، مش هيقول لا. ودي طريقه في التسويه مختلفه تماما. بصوا اهو، كل واحده عكس الثانيه، يعني انا بلف دي كده ودي عكسها كده، شايفين ازاي حضراتكم معايا اهو. شفتوا زي ما عملنا اللانشون قبل كده، نفس الفكرة اهي اهو، هيبقى كده. هو نعمل واحدة تانية، هنقطع كده. طبعا الحجم اللي يناسبكم، التخانة اللي تناسبكم، تقدروا تعملوا من ده كتير جدا، بتحطوه في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجة. بس اول ما هاجي استخدمه علشان اكله هروح اعمله الخطوة اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي في المية السخنة، وبعدين اديه على الجريل ياخد الايه التشويحة بتاعته، فهيطلع بشكل لطيف جدا. وده يعني تسهيلا للفكرة للناس اللي ممكن تكون شايفة ان الفكرة دي صعبة. اهو بقطع كده وهاخد على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه، شايفين. ونزلنا المقادير تاني وهبدا اخد بطرف الايه عشان افرغ الهواء، فاهمين ازاي قصدي. اهو اهو نعمل بقى اكبر اصغر. انا في حجم عاملينه كبير جدا، وده شوي اكتر للعيش الفرنساوي لو حابين. اهو شايفينه اهو، وده تقدروا تربطوه من ناحيتين او مش هيحتاج يعني. اهو ده شكل. هوريكم بقى اللي احنا عاملينه في الصاج، عاملين كميات كبيره زي السوسيس، عارفين السوسيس اللي هو الضج الكبير، عاملين زيه كده اهو، شايفين ازاي. بصوا جمد في الفريزر ده بقى في السانشات الفرنساوي، مش قادره اقول لكم رائع ازاي. تعالوا بقى ناخده هننزل بيه في الحله هنا فيها ميه نسلقه كده. نعمل كام واحد ونسيب كام واحد للتقزيم في العرض علشان تشوفوه. كده للي حابب يجرب الفكره، ده حجم وده حجم. خليني بس اقص الجزء الكبير ده، مش محتاجاه ولا هنا. انا بس بمجرد انه ما هيجمد هياخد الشكل اللي انا محتاجاه. خلاص اهو كده، جربوا قولوا لي راي حضراتكم. اعملوا بقى السجق في البيت وان شاء الله ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه بجد، لانه بسيط وسهل ما فيهوش اي فكره، وسهولته يعني بسيطه، وتقدروا تعملوا منه اللي انتوا عايزينه وتاكلوا حاجه فريش بلحمه فريش بالدنيا جميله. بصوا انا اشتغلت هنا على السجق، بسيبه بقى لما ياخد ويدي مع بعض ويصلصل ويتعامل بالكميه الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها. وهنا بصوا الميه سايبه السوسيس او السجق ده، لما بصوا هيبدا ياخد بس تسويه كده وبعدين اطلعه يهدى خالص. واول لما يهدى على طول هروح مديه على الجريل تشويحه حلوه يتحط في سندوتشات ياخد طعم التدخين الجميل اللي حضراتكم عارفينه. اسمحوا لي بقى اقدم ده هنا كده جنب البورتريه الجميل القمر ده،
لان اللي عمل لي يعني المكات القمر ده والشكل الحلو ده خليني اقول لندى تسلم ايديكي وميرسي حبيبه قلبي، هديه جميله منك، هديه عيد ميلادك. عيد ميلادي عملت لي القمر ده وعجبني قوي لانه انا دقيقه شويه فبحب ابص في التفاصيل، فالحقيقه عجبني قوي واتمنى يا رب ان هو يعني يكون عجب حضراتكم. حبيت اشارككم في الهديه الجميله اللي جات لي من ندى فرج حبيبتي رئيس تحرير برنامج، بشكرها وطبعا بشكر كل حبايبي اللي جوه، بشكر شيماء على هديتها وبشكر رانيا حبيبتي وبشكر هديه حبيبه قلبي، هي هديه فعلا وجابت لي هديه جميله. كل واحد قدم الحقيقه هديه تنم عن شخصيته وعن جمالها، وبشكرهم شكرا جزيلا بجد كل من احتفل بيا وكل من بعت لي على صفحتي وشاركني فرحتي واتمنى لي امنيه جميله في يوم عيد ميلادي. انا بشكر حضراتكم جدا بجد. بصوا بقى بنقلب بقى تقليبه حلوه كده معانا مدام منال. يا صباح الفل. فل يا صباح الجمال. عندك تاخير، كنت فين؟ عايزه واحد زيه. كنت فين حضرتك؟ بس كده يا نهار ابيض عينينا. انا بشكر الاول والله الاستاذه ندى على الهديه الجميله اللي عملتها لي هي والاستاذه رانيا، وبشكر كل اللي عندك وتسلم ايدك، وفعلا البرواز تحفه. يا حبيبتي تسلمي يا رب، ربنا يخليك. انا عايزه اكلم بقى الاستاذه ندى تعمل لي واحده. طيب يا ندى سمعتي؟ ابعت لنا الصوره لو سمحتي مدام منال، واوعي تعملي مدام منال صوره احلى من بتاعتي يا ندى. حبيبتي ده انت تأمري يا مدام منال. وانت النهارده تستحقي جايزه بصراحه. يا رب سعيدك. انا ما شفتش كيف عملت السجق الا انت. يا رب يخليكي والله، ربنا يخليكي. لا والله في ناس كتير عملته. اتفرج النهارده يا حبيبتي. انا اشوف اول شيء تعمل سجق كده على الهوا. ربنا يخليكي، والله في ناس جميله عملته والله، بقدم لهم تحيه حقيقي. لا ما شفتش والله يا شيف، عظيمه بصراحه. حبيبتي تسلم ايدك. وانا احاول اجربه، وعايزه اجيب البتاع اللي انت بتعملي بيه دوت الهانك من عند الجزار. انا جبته من الجزار بيجيبه في الملح. وعلى فكره بصي ده بسم الله ما شاء الله، ده كميه، ده يعمل معاكي كميات اعداد كيلوات رهيبه. فيعني مش هتستخدميه مره، انت هتستخدميه. شوفي احنا مره عملنا كميه بسم الله ما شاء الله قد ايه. لا بس تسلم ايدك، عجبني قوي قوي يا شيف، عظيمه بجد. تسلم يا حبيبه قلبي، تسلم. حلقه جميله مميزه فعلا، وانت اصلا مميزه، انت عظيمه اصلا بكل حاجه. الله يسعد قلبك يا مدام منال، شكرا جزيلا. منوره الدنيا والله. الله يسعدك حبيبتي. انا من الصبح قاعده مستنيه عشان اقول لقناه الاهلي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد عيد ميلاد استاذنا الكبير كابتن محمود الخطيب. ربنا يخليكي حبيبتي، الف الف مبروك لنادي الاهلي على فوزه اول امبارح. الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي حبيبتي، شكرا حبيبتي لحضرتك. تسلم مشاركتك على راسنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك مدام منال، شكرا على محبتكم، شكرا لكل الاهلاويه. وبجد يعني سعيده بوجودي وببقى فرحانه اكتر، لانه يعني اكيد انا زي اي انسان طبيعي ببقى عندي انتماء لنادي بحبه، فانا بحب النادي الاهلي وسعيده بانتمائي ليه، وببقى فرحانه اكيد لما بيفوزوا، اكيد بفرح جدا يعني. فحبيت اشارككم برضو، لكن ببقى دايما حريصه اني ما ازعلش حد تاني، لانه خلوا بالكم احنا في الاخر في مصر وكلنا مصريين، والفريقين دايما اللي بينزلوا مع بعض ومن اكبر الفرق الدوليه حقيقي الجميله اللي احنا بنبقى سعداء بيهم، فيعني كل التحيه ليهم حقيقي بجد. كل الفرق اللي موجوده بتلعب جوه مصر كل التحيه ليهم، وكل التحيه للقائمين على تدريب هؤلاء اللعيبه الجميله. والحقيقه زي ما انا بفرح اكيد هم في وقت تاني بيفرحوا، فربنا يفرح قلوبنا جميعا يا رب. بصوا بقى كده انا ايه بدات اسيبه يصلصل شويه وياخد ويدي. عايزه اقول لكم بقى تقدروا تعملوا الطاجن ده في الفرن، حطوه في الفرن تمام، تقدروا تعملوا شويه سجق من دول وتحمروهم وتعملوا معاهم شويه فول بالسجق بيبقى جميل. تاخدوا السجق ده وتعملوا شويه فطير شرقي وعجينه سهله بميه وملح ودقيق وخلاص على كده، وتعملوا فطير شرقي وتحطوا معاه شويه الفلفل الالوان والسجق وتدخلوها الفرن وتستمتعوا بيها. يعني السجق ليه حاجات كتير، اهم حاجه ان انتوا تعملوه وتبقوا ضامنينه قدام عينيكوا زي ما احنا بنشوف جزارين محترمين بيعملوا السجق. انا والله للامانه قلت له، انا سالته على الهانك، قلت له عندك؟ لو كان قال لي مش عندي ما كنتش هشتري منه سجق. بس هو قال لي عندي، قلت له ينفع تعملوه دلوقتي؟ قال لي اعمله لحضرتك، وراح واقف عامله لي وانا واقفه باللحمه وتبلها وعمله وحشاه لي واخدته عشان يعني الحق انشف جزء منه اوريه لحضراتكم، والباقي جبت الهانك معايا وجبت اللحمه وقلت لازم اعمله هنا علشان تشوفوا، ان في ناس كتير بتحب تعمل المصنعات ان شاء الله بفضل الله. طبعا تقدروا تشيلوا الهانك ده تحتفظوا بيه في الفريزر
مفيش مشجرة له اي حاجه. اهم حاجه بس ايه، زي ما قلت لكم الشطفه الاولى ليه اللي هو يتنقع الاول لما بيجي بالتمليح، لازم نسيبه في ميه لمده 4 ساعات علشان يفك ويبقى وبيجي متنضف. اوعوا يديه لكم مش متنضف، انتوا تقولوا له عايزينه متنضف بيجي نضيف زي الفل، بس احنا بنحط نقطتين الخل وشويه شرايح الليمون دي لو في اي زفاره او اي حاجه مش ايه يعني، تاكيدا واطمئنانا لينا يعني. والله طيب انا بصوا انا بس عايزه اوريكم هنا بيبدا يتماسك ونبدا نطلعه. بصوا بقى ممكن كده ايه، اصل الخمس دقايق دول مش هيعملوا لي حاجه يا حبايب قلبي. ناخد من هنا ماشي قولي. لا يا ندى ما احنا ما نضغطش عليه. بص يا ندى هو رقيع اللف لازم يتربط هنا من القاع الاول ربطه كده عقده واحده. هما بيسالوني لما بيجي يتحشي بنزل زي ما بعمل في الممبار بالراحه، ما تضغطوش، لو ضغطته جامد يبوظ يعني يطلع من بره، لان هو بصوا بصوا سمكته رفيعه ازاي، رفيع جدا. واحنا يعني كان اللي يهمني ان احنا حساس جدا، بس دي بسم الله ما شاء الله الربطه دي اقول لكم عملت تقريبا 150 جنيه 150 جنيه الربطه دي. ورص بصوا باقي بسم الله ما شاء الله تقدر تحشيلي عدد كيلوات كتير جدا يعني، ولا 10 كيلو لحمه مثلا هتعمل حبه حلوين قوي يعني. فانا شايفه ان انتوا اعملوه في البيت كل ما يبقى عندكم امكانيه. وهو في فكره الفراخ، الفراخ دي فكرتها رائعه على فكره، السجق اللي بالفراخ حلو قوي، الولاد هتحبه كتير وبيتباع بره، وبنجيبه بدل ما نجيبه مجمد نعمله في البيت. وبصوا اي كميه عند حضراتكم استخدموها، ربع كيلو نص كيلو اي كميه متاحه في البيت، مش لازم كميات رهيبه يعني. لكن زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هنعمل البولوبيف لانه طلب مني. البوليبيف هنعمله من اللحمه، انا الحقيقه ما بعملوش باللحمه المفرومه، بعمله باللحمه اللحمه قطع اللحمه اللي بيبقى فيها شويه دسم ودهن نسبه دهون، وهعمله لكم الالف للياء علشان تشوفوا البوليبيف لمحبي البوليبيف. لما يدخل على الصيف ان عشت وكان ليا عمر يعني وبقيت مع حضراتكم باذن الله، هعمل لكم البسطرمه على بدايه الصيف ان شاء الله، وتكون بعد يعني نحاول اذا قدرنا قبل شهر رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين نعملها. اذا ما لحقناش هيبقى من بعد رمضان علشان الناس اللي بتحب تشيلها وتحطها في الفريزر، هنعملها من العرق التريبيانكو وهتبقى جميله، وهتشوفوا بقى البسطرمه الحقيقيه البيتي وتستمتعوا بيها. ومفيش مانع ابدا انكم تاخدوا البسطرمه بتاعتكم تروحوا تقطعوها عند اي حد بتاع جبن في سوبر ماركت اربع، وبحطهم اربع كده وبحطهم في الفريزر عشان كل ما اخد ربع افتح اخد منه كام قطع اعمل بيهم بيض بالبسطرمه واشيل الباقي، تفضل محافظه على لونها وعلى طعمها. طيب انا دلوقتي خلاص هنقدم بقى ايه شويه السجق دول، طبعا المفروض يدخل الفرن شويه بس انا الحقيقه مش هلحق عشان الوقت، فانا عايزه اقدمه مع حضراتكم بقى بالشكل ده، وهناخد كده ايه لوش او حاجه نقدم بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان طبعا هو محتاج يصلصل شويه كمان عن كده يعني بشكل اجمل. انا ما فكيتوش كله الحقيقه، حطيت اللي احنا عملناه النهارده اهو معاه. بس عايزه اقول لكم كمان السجق ده في الفطاير ممتاز. عايزه اقول لكم انا بعمل فيه الفطير الشرقي في البيت، بقطعه كده وبحطه في الفطير الشرقي، مش محتاج غير شويه فلفل اخضر رومي ها، ولو عايزين تحطوا جبن ولا حاجه مع البصل، وساعات كده ايه يدخل بقى الفرن وشوية طماطم جميلة زي ما بتشوفوا بتاع الفطير بيعمل، بتطلع روعة. أي فطاير سهلة عليكم اعملوها. سجق في البيت برضو مفيد مهم، تحتاجوه في أي وقت لأي وصفة سريعة مش هيقول لأ. بسم الله كده شوفوا جميل ازاي، ده الجديد وده اللي اتنشف، شايفين الفرق؟ بس هو فرق بسيط في اللون بس طبعا. خلاص انا هنا خلاص مفترض بقى اطلع كمان الايه اللي بالفراخ. بصوا كده يلا بقى نمسح اطراف الطبق بتاعنا ده ونقدمه هناك، ويبقى احنا كده عملنا البلهانك. ولو لا قدر الله ما فيش مش متوفر دلوقتي لحد ما يجي، نقدر نعمل زي ما عملنا كده بالاسترتش
وايه ونستخدمه وهيبقى جميل جدا. يلا بينا. هاخد بس رشه كده من البقدونس، عندي رشه بقدونس خفيفه. كده بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه بقى هنا. وطبعا اللي استوى برضو معانا، بصوا استوى وبيطلع عادي جدا اهو، شايفين ازاي؟ بصوا 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 بصوا، شالت الاسترتش. تعالوا قربوا كده بعد اذنكم، شال الاسترتش اهو، شايفينه ازاي؟ اهو ده بقى بيتحمر بيطلع جديد في الجريل، ممتاز اهو. ده من غير اتشالت اهي الاسترتش اللي حواليه، بصوا تقدروا بقى تشوحوه جريل، تحطوه على الشوايه فحم، بصوا بصوا اهو. اللي بقى عايزه اقول لكم نصيحه عشان انا اتسالت عليها كذا مره، اللي مش حابب يعمل اللانشون في الاسترتش اللي هو الورق اللي هو الحراري اللي احنا متفقين عليه اللي هو زي ده او زي ده، عندكم الاكياس الحراريه عارفينها ان احنا بندخل فيها الرومي الفرن والفراخ الفرن، الاكياس دي مخصصه للحراره، اعملوا في الاكياس الحراريه مش هيجرى حاجه ابدا ابدا ابدا. اهو بصوا اهو، شايفين ازاي؟ اهو ده بقى لازم يسقع الاول لان ده طبعا سخن جدا ولازم يدخل الثلاجه وما يبقاش فيه سوائل خلاص، وايه وناخده بقى على الجريل او على الشوايه، شايفين ازاي؟ برضو من الحاجات الرائعه، ولما بيتشوي بصراحه جريل بيبقى طعمه حلو قوي. خلاص احنا كده تقريبا في بقى اتنين كمان عايزيني اطلعهم اهم اهم. ايه ده؟ ولو كان معايا وقت انتوا معانا وقت يا اولاد نشوحهم؟ مفيش ها؟ طيب خلاص تمام امان، احنا كده تقريبا يعني عملنا الايه اللي احنا عايزينه ووصلنا الرساله لحضراتكم بطريقه بسيطه، يا رب تنول اعجاب حضراتكم. لو هتحفظوا الهانك احفظوه بقى المره دي جوه الميه. خلاص ان احنا خدناه الاول متملح، دلوقتي فكناه هنحطه جوه الميه كده في كيس ونربطه زي الممبار. الممبار لما بنشيله ني بعد التنظيف لو مش هحشيه دلوقتي بحطه فيه ميه وبربط الكيس واحطه في الفريزر يفضل محتفظ بيه ويرجع يفك ويسيح جوه الميه ويرجع زي ما هو جديد. طيب انا دلوقتي بقى هستسمح حضراتكم بعد السجق الجميل اللي احنا عملناه ان احنا نستعد بقى علشان الفقره الطبيه ان شاء الله بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.